السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الكود بيم النيوزلاند اللي بيندكس A، بيتكلم على موديلنج اند كومنتيشن براكتس. فنلاقي هنا مثلا هو بيتكلم هنا عن بلاننج اند موديلنج بروسيسز. قبل ما نبدأ نعمل موديلنج لازم ننظم بعض الأمور، لازم نكون متفقين على المناجير اللي هنشتغل بيها، لازم نكون عارفين هنقسم الموديل ازاي، هنتبادل المعلومات ازاي، مسؤولية كل شخص عن العناصر هتبقى عاملة ازاي. يبقى في مصفوفة ان الجزء دوت مسؤول عن شركة كذا او الشخص الفلاني او كذا. ال non graphical information مين المسؤول ان هو يدخلها، بيتفق على quality control هنتحكم ازاي وايه القواعد اللي هنحطها على اساس ان الشغل يطلع كويس، ال standard اللي احنا هنشتغل بيه، ال template يكون جاهز، طريقة التسميات system naming. كل الحاجات دي لما تدفع لها من الأول بيكون الموضوع أسهل. إدارة الموديل اللي هتبقى عاملة إزاي، مين المسؤول إن يعمله أوديت وبرش ويتأكد إن مفيش حاجة إضافة مش محتاجينها. هنشارك الموديل بأني امتداد، طبعا أكيد لو كنا شغالين بنفس البرنامج هنشوف الامتداد الصالح، أو هنشتغل بالـ IFC في تبادل لو كل واحد شغال برنامج غير الآخر. ودلوقتي بقى هنبدأ نتفق على العمل، العناصر هتبقى عاملة ازاي، تبادل المعلومات، إنشاء العناصر. لو انت مثلا بتعمل اوبجكت هيسمى ازاي، مين المسؤول ان هو يطور المكتبة بتاعتنا، الأماكن الملفات هتبقى عاملة ازاي، الـ level of development هنطور الموديل ازاي، ايه الحاجات الريكوير اللي احنا لازم نعملها. تمام، ده بتختلف حسب متطلبات المالك. في الاخر هنسلم الموديل ازاي على اساس يبدأ تشغيل المبنى، والتسليمات النهائية هتبقى عاملاها ازاي. الحاجات دي كلها لما بتكون واضحة بتسهل كتير وتقلل المشاكل وتقلل تضييع الوقت. في احنا انا عايز كذا، لا احنا متفقناش على كذا. فالحاجات دي كلها لما نكون متفقين عليها ما بنروحش المحاكم.